اليوم الماتش هيكون صعب، اليوم ضد كندا كنتمنى ان شاء الله نربحو، وكنقول انايا غادي يسالي شي جوج لواحد بالنسبه لينا. سكور فينال انا كنقول ان شاء الله غادي تكون واحد جوج لواحد ولا 3-0، جوج لواحد ولا 3-0 وبروباب 3-0 ان شاء الله. الماتش كيفاش غادي يكون؟ الماتش ما يكونش ساهل، هذا الماتش الاخير خاصنا ضروري نجيبو فيه 3 بوان، حتى داك التعادل ما خصناش كاع نلعبو عليه. الماتش صعيب ان شاء الله ولكن غيكون انتصار، حيت عندنا ليكيب مزيانه ودايرين الثقه في المدرب ديالنا الركراكي، وان شاء الله يفرحوا الشعب المغربي، ونهار كبير عند الله مهدئ بالشتا ان شاء الله، حتى هي تدخل علينا بالصحه والعافيه. كندا مضروبة، أراليا أراليا الجاي، ألمانيا كأس العالم ديالنا، ما كاين المغرب ديما مغرب. أنا ما كنبغيش الكرة بزاف ولكن تبعت الماتش وديما مغرب، وإن شاء الله يتأهلوا في ماتشات آخرين وديما مغرب. الماتش المنتخب كان في المستوى واللاعبة تقاتلوا، الدراري داروا اللي عليهم، تحية الرجال من الديفونس حتى لاطاك، الكوش كلشي كان مزيان، احنا الاولين ديال الجروب داروها الرجال يستاهلوا، تحية الشباب. المدرب الركراكي صراحة مدرب كبير، مدرب عالمي، واللعابة تبارك الله كانوا في المستوى وكانوا كبار تبارك الله، وندوسوا النصف النهائي إن شاء الله، وناخذوا إن شاء الله لاكوب،